اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظماء. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مسبب الأسباب، يا فاتح الأبواب، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا الله زمان دي سجاد رور دا كاروبار ستارت کو، خدای پاک دعوة دا برکتون و دا خیریتون کی، خدای پاک کاروبار کی چه سمر نفع و گٹی دی و خیرون دی، خدای دوتا نصیب کی رزق حلال. یا الله زمان طول تاجرے برادرے دا و من طول ترا نصیب کی. یا الله دا سودنا دا حرامنا و دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا بیوعاتو کی چه سمر طریقی من جائز خوال لی پاگی دا عمل کولو توفیق را نصیب کی. او خدای د ګناه چې کمی لارې دي، خدای پاک د هغې نه موږ وساتي. زموږ د دې تاجر برادرۍ چې څومره مسایل دي، خدای پاک هغه په خیر عافیت سره د خپل غیب خزانو نه حل کړي. خدای پاک څوک څوک چې په کرایسس کې روان دي، الله تعالی د بهترۍ لاره ولا تورګي. خدای پاک زموږ د څومره درانه مشران مسلمانان رونه چې دلته راغلي، د مدرسې طلبای کرام علما کرام چې راغلي، خدای د ټولو مال جان الواد برګدي کې. یا الله خپل رضا موږ ته را نصیب کړي، تقوا او حیا والا زندگی را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.